ذاك على اول ماشي اشتغل الله يعني فوق الله العجله عشان ربنا بعد الخط ده بنودي تيجي على الدين يا رب. احكم على العجله بالتشغيل بعد الخرط او عدم التشغيل بواسطه طبعة بروفيل العجل. بواسطه طبعة بروفيل العجل. وضعيه كيفيه استخدام الطبعة على العجله بعد الخرط زي ما انت شايف كده، مطابقه بروفيل العجله مع بروفيل الطبعة، مطابقه العيوب التنوير، الخرزة ارتفاعها زي ارتفاع الضبعة. انزل شوية يا مصطفى، انزل شوية بس كده. مطابقة بروفيل العجلة الطبال مع بروفيل الشابلون مع بروفيل الضبعة، وادي دوران الخرزة كده يسمح بتشغيل العجلة للتشغيل بعد خرطها، يسمح لتشغيل العجلة. كيفية وضعها، كيفية استخدام الضبعة كالمبين، وضع رأسي قياس خرزة العجلة نو جو، الخرزة سليمة. كيفية استخدام قياس سمك الطوق مع قراءة تخانات مع منطقة الشمر من الداخل، الوضع الصحيح بالنسبة لضبعة. لاحظ عدم وجود تنوير بين جسم الضبعة من الداخل مع بحر العجلة، لا يجوز وضع الضبعة بأي وضع مثل ذلك، خطأ. وضع الضبعة كالآتي: ملامسة سن الضبعة مع طبال العجلة. الوضعية الصحيحة لضبعة العجلة. اقسم على فلوسك.